ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنقدم النهاردة ان شاء الله سيميوليشن بسيط او محاكاة لجهاز السوفت وير بتاع جهاز البولاريميتر اللي بيقيس السبيسيفيك اوبتيكال روتيشن. هناخد مثالين، مثال على السكروز ومثال تاني على اللاكتوز مونوهيدريت. السبيسيفيك اوبتيكال روتيشن، السوفت وير بتاع الجهاز، انت المفروض في متغيرات انت بتدخلها بايدك، وفي النهاية بتطلع النتيجة على الجهاز. المتغيرات دي حاجتين. اول حاجه الكونسنتريشن بتاع السامبل بتاعتك، اللي هي بتنقسم لثلاث حاجات، او بمعنى اصح ثلاث حاجات بيأثروا على الكونسنتريشن بتاع السامبل بتاعتك. اول حاجه طبعا اللوس اون رانج او الووتر كونتنت على حسب الخامه، والويت وزن الخامه، والفوليوم اللي انت بتدوب فيه الخامه بتاعتك. ده كده بالنسبه فيما يخص جزء الكونسنتريشن. الجزء الثاني اللي هو السيلنس، الطول بتاع السيل اللي احنا بنحطها في جهاز البولاريميتر علشان نقيس. طيب احنا هنعمل دلوقتي تجربة على ارض الواقع، وهندخل الحاجات دي بايدينا. هنقول مثلا، هنفترض ان اللوس اون دراينج بتاع السكروز اللي احنا عايزين نقيس له سبيسيفيك اوبتيكال روتيشن وليكن مثلا 0.02 مثلا. الوزنة بتاعتنا هنقول 26 بوينت مثلا و971 بالجرام. طبعا الفوليوم هندوبه في 100 مللي ميه. طيب بعد كده طول السيل احنا عندنا في نوعين، يعني في طولين للسيلز على في جهاز البولاريميتر. في السيل اللي هي 200 ملم او 20 سنتي، وفي اللي هي 100 ملم او 10 سنتي. طبعا احنا طول السيل علشان تحسبها صح في المعادله لازم تبقى بالديسيمتر. فاحنا كده هنحول، لو احنا افترضنا مثلا ان احنا عندنا السيل بتاعتنا 200 ملم 20 سنتي، فهنحولها بالديسيمتر، هتبقى 2 ديسيمتر. فهنحط 2، هندوس انتر، ونشوف السبيسيفيك اوبتيكال روتيشن بتاعتنا طلعت كام. اهو تحت اهي طلعت 66.64، الليمت بتاعي من 66.3 ل 67، ده بالنسبه للسكروز. طيب تعالوا بقى نخش في جزئيه مهمه جدا في الموضوع ده. احنا كده دخلنا الحاجات اللي احنا المتغيرات بتاعتنا وطلعنا النتيجه. طيب السؤال بقى، هل لو انا غيرت اي حاجة في الحاجات اللي انا بدخلها بايدي دي النتيجة تتغير؟ تعالوا نشوف ونعرف لو اتغيرت تتغير ليه، ولو ما اتغيرتش المفروض انها ما تتغيرش ليه. تعالوا مثلا نغير الوزن، مثلا نخليها 26.5 مثلا، نزودها شوية. تعالوا بص كده على النتيجة زي ما هي. طب تعالوا نغير الفوليوم، نخليه مثلا بدل ما هو 100 نخليه 150 مثلا، او 200، خلينا نقول 200. ايه ده، برضو ما اتغيرتش. طيب تعالوا نغير اللوس اون دراينج، هنخليه مثلا 0.05. تعالوا نغير طول السل، نخليها 1 مثلا مكان 2. شوف انا غيرت كام حاجه، تقريبا غيرت كل حاجه ولا تزال النتيجه برضو ثابته. طب هو المفروض تفضل ثابته ولا تتغير؟ الاجابه المفروض تفضل ثابته. ليه بقى؟ لان بكل بساطه دي حاجه اسمها سبيسيفيك اوبتيكال روتيشن، خاصيه مميزه للماده، ما ينفعش انها تتغير. السبيسيفيك اوبتيكال روتيشن بتفضل ثابته. طيب ليه لما انا غيرت الحاجات دي ما اتغيرتش؟ تعالوا بقى نرجع للمعادله بقى بتاعت السبيسيفيك روتيشن نفسها. لو جينا بصينا على المعادله اللي انا معلم عليها دي، هنلاقي ان هي بتساوي انجل اوف روتيشن على الكونسنتريشن في طول السيل. لو جينا بصينا على المعادله هنلاقي ان العلاقه ما بين الانجل اوف روتيشن والكونسنتريشن علاقه طرديه. الكونسنتريشن اللي هو داخل فيه الثلاث حاجات دول، اللوس اون دراينج، الويت، والفوليوم. وهنلاقي برضو العلاقة ما بين الانجل اوف روتيشن وطول السل علاقة برضو طردية. طيب لو انا زودت الكونسنتريشن بتاعي عن طريق ان انا مثلا زودت الوزن او قللت الفوليوم، اوتوماتيك الانجل اوف روتيشن هتزيد هي كمان معايا، فاللي تحت هيزيد واللي فوق هيزيد، فتفضل السبيسيفيك اوبتيكال روتيشن ثابتة. طيب بالنسبة للسل لينس، طول السل، نفس الكلام برضو، التناسب ما بينها وما بين الانجل اوف روتيشن طردي، فلو زودت السيل لينس هتزيد برضو الانجل اوف روتيشن، فدي هتزيد فدي هتزيد، او دي هتقل فدي تقل، فتفضل السبيسيفيك اوبتيكال روتيشن ثابته. طيب تعالوا نبص كده مع بعض، نركز كده على الحاجات اللي انا هغيرها بايدي، ونركز نشوف الانجل اوف روتيشن هيحصل لها ايه. احنا قلنا في الاول هنوزن 26، الفوليوم 100، نرجع بقى لاصل المعادله، والسيل لينس 2، النتيجة زي ما هي. طيب الانجل اوف روتيشن كام؟ 34.63. طيب تعالوا بقى نزود الوزنة، يعني نزود الكونسنتريشن. لما هنزود الكونسنتريشن بص بقى اللي هيحصل للانجل اوف روتيشن، خلينا مثلا نقول 27، بص الانجل اوف روتيشن حصل لها ايه؟ زادت. زيادة هنا
مع الزيادة هنا فضلت الـ specific optical rotation ثابتة. طيب تعالوا نقلل الـ volume. لما نقلل الـ volume يبقى عملنا إيه؟ برضه زودنا الـ concentration، فطبيعي جدا الـ angle of rotation برضه هتزيد. خلي الـ volume مثلا 50 بوكس، زادت هي الـ angle of rotation بقت 71 وفضلت الـ specific optical rotation ثابتة. وهكذا بقى، يبقى هي اللعبة كلها في المعادلة. أي تغيير في الحاجات الكونسنتريشن او طول السيل هيغير اوتوماتيك في الانجل اوف روتيشن، فهتفضل السبيسيفيك اوبتيكال روتيشن ثابته. طيب ناخد بقى مثال تاني على اللاكتوز مونو هيدريت. نفس الكلام برضو، احنا عندنا متغيرات الكونسنتريشن اللي هو الووتر كونتنت بتاعته والويت الوزنه والفوليوم اللي احنا بندوب فيه وطول السيل. طيب ليه هنا في السكروز لوس اون دراينج وليه هنا في اللاكتوز مونو هيدريت ووتر كونتنت؟ الحقيقه لان في السكروز المونوجراف بتاعه بنعمل تيست لوس اون دراينج ما فيهوش ووتر كونتنت، انما هنا في اللاكتوز في الاثنين، في الووتر كونتنت وفي اللوس اون دراينج. طب ليه احنا في الحسابات بتاعت الاوبتيكال روتيشن بندخل الووتر؟ لان هو في التيست ده في الفارماكوبيا في اليو اس بي قايل لك ان انت بتحسب السبيسيفيك اوبتيكال روتيشن للاكتوز مونو هيدريت از انهيدروس مش از درايد، فطالما از انهيدروس يبقى لازم ندخل معانا الووتر كونتنت مش اللوس اون دراينج. طيب هنفترض ان الووتر كونتنت 5، هي المفروض من 4.5 ل 5.5، هنفترض انها طلعت معانا 5. الوزن هنقول مثلا احنا المفروض بنوزن 10 جرام في 100 مللي، فهنقول مثلا احنا وزننا 10 بوينت مثلا 1 4 3 2 والفوليوم 100 مللي ميه. طول السيل نقول 2. تعالوا بقى نبص على النتيجه اهي، النتيجة تحت الـ specific optical rotation 55.1 limit من 54.4 ل 55.9. نفس الكلام اللي قلناه في السكروز المتغيرات هي نفس الكلام برضو اللي هنقوله في اللاكتوز مونوهيدريت. أي متغير أو أي حاجة هنغيرها هنا هتفضل النتيجة ثابتة، لأن الـ angle of rotation هي اللي هتتغير، لأن التناسب طردي ما بين الـ concentration نفس اللي احنا قلناه بالظبط في السكروز، التناسب طردي ما بين الـ concentration والـ angle of rotation وما بين الـ cell length والـ angle of rotation. طيب تعال ناخد مثال، هنقلل الـ volume هنخليه 50 فهنزود الـ concentration. بص بقى الـ angle of rotation هيحصل لها ايه، 50 اهي اهي زادت، ففضلت النتيجة ثابتة. أظن كده العملية طبعا الموضوع انت مش بتخش في التفاصيل دي كلها، لان الجهاز اوتوماتيك بيحسب لك كل الكلام ده، انت بتدخله الحاجات دي اوتوماتيك هو بيحسب، لكن انا بشرح لك التفاصيل دي كلها علشان العمليه تبان اكتر، علشان الموضوع تفاصيله تبان اكتر ليك وتبقى فاهم انت بتعمل ايه، بحيث لو قابلتك مشكله تقدر تعمل لها انفستيجيشن بشكل مظبوط. وفي النهايه ربنا يوفق الجميع، اشوفكم على خير، سلام عليكم.